والجزء الثاني حيث حضرت لعرض أزياء بلوحة إبداعية وإنسانية بمدينة الرباط، حيث قدمت مصممة الأزياء المغربية خديجة اليعقوبي أحد التصاميم ديالها التي صنعت بأيادي حرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أطلقت عليها عرض أزياء بروح التحدي. لالا خديجة اليعقوبي، مرحبا بك على ميديا مباشرة. الله يبارك فيك سي منتصر، شكرا على الدعوة الكريمة، بارك الله فيك، هذا شرف لي. مرحبا. أنا أول سؤال قبل ما نتكلموا على الانسبيراسيون ديالك، على البدايات ديالك، على بزاف الأسئلة اللي عندي، غادي نمشي معاك القلب الموضوع والعرض ديالك. أنك ندمجتي صناع تقليديين حرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأول كوليكسيون ديالك، لماذا؟ يا سي منتصر، إياك قبل ما تكون شركة، قبل ما تكون هي بعد شركة مغربية، قبل ما تكون علامة تجارية، تندمج في ضمن الشركات المقاولات اللي عندهم المسؤولية الاجتماعية والبيئية، يعني حطيتها في الكادر ديال الاغس، فيها مجموعة من القيام، بالإضافة أنها منتوج مغربي 100%، تنقدمه في قالب عصري ومزين بالصنعة ديال المعلم، فهي كتفتح المجال للصانع المبدع الذي زعما اللي تيكون قد يعاني من إعاقة باش تدمجوا في سوق الشغل. انا حاولت بصفتي انا كنت بزاف ديال الجمعيات في المغرب وخارج المغرب، وشفت المأساة ديال هذه الفئه هذه، وقلت علاش لا ما يتحلش لهم المجال ديال الشغل ديريكتومون. ما شاء الله عندهم ايادي زعما فنانه وطلع هائلين، يخدمهم الواحد ويشوف فيهم الانسان، ديك الشوفه ديال الانسان ديال شغل، ماشي شفقة ولا صدقة ولا هذا. والفكرة ديالي كيفاش انطلقت من هذه القضية.